ولذلك علم الحديث وعلم الرجال باب واسع، باب واسع، ويحتاج فيه إلى مراجعة. أتدرون أن الأئمة المتقدمين ما بلغوا مرتبة الإمامة بهذه السرعة في الحكم على الأحاديث؟ لا. ولذلك ذكر ابن عساكر في تاريخه أن يحيى ابن معين كتب 1000 حديث، يعني كم مليون حديث. يقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال إنما يقصد بذلك المكرر. يقول ألم تقرأ ما قاله يحيى ابن معين؟ قال لو لم نكتب الحديث 50 مرة ما عرفناه. والواحد إذا قرأ الحديث مرة أو مرتين أو 3 مل، ويليت الأمر يتوقف على هذا، يقرأ الحديث مرة أو مرتين أو 3 وإذا به يحكم على الحديث. وهؤلاء كم يقرؤون؟ يقول لو لم نكتب الحديث 50 مرة ما عرفناه. وهم من؟ أئمة، وليس حديثا واحدا مما كتبوه، كتبوا أحاديث كثيرة.